يعني ممكن أقول ما وراء الطبيعة مسؤولية في كلمة واحدة. لا يوجد ما يسمى بما وراء الطبيعة. بدأت علاقتي برفعت إسماعيل تقريبا وأنا عندي 13 أو 14 سنة وأنا في المدرسة. اكتشفت إن في أنتي هيرو، حد بطل بيواجه يعني حاجات من عوالم ما ورائية ولكن ما عندوش أي حاجة يملكها إلا شوية ذكاء وشوية موسوعية. لكن لما أسند إلي الدور الحقيقة كنت بفكر في إن المسألة مش مسألة شكل، المسألة مسألة طبيعة وروح وشخصية. هو إزاي عنده نظرة ساخرة للأمور الخارجية وأوبزيرفر بشكل استثنائي، وفي نفس الوقت هو الكوميديا بتاعته دي كوميديا سوداء وهو شخص منغلق. لما تعرفت على ماجي it was a very big challenge for me. في كتير ضغط حتى لهلا، وأنا ما في أتحكم بشي بردة فعل الناس، بس في أتحكم بأدائي، وهيدا عملت من كل جهدي لأكون جاهزة. يعني رحت على سكوتلندا لأتعلم سكوتش أكسنت لأقدر لقنا عن الناس ان انا من سكوتلندا. ويمكن الناس تعلقت بالوصف الادبي لماجي اكتر من دورها الفعلي في حياه رفعت اسماعيل وفي شخصيته، فهي كانت نقطه ضعف عاطفيه في حياه رفعت اسماعيل كاشفه لمعظم الكلام اللي في دماغه، او على عكس ما هو منغلق وما بيسمحش بمرور اي شخصيه او اي عقليه تانية لدماغه. يعني اي عمل محول من روايه بتكون دايما في تتعدد الرؤى، بس اقدر اقول ان احنا رؤيه عمرو وحماسه وشغفه ان هو يوصل لحلمه هو ده اللي شجعنا، ونتمنى ان الناس يعجبها العمل. عمرو سلامه اللي هو صاحب الرؤيه الفنيه ورا المشروع استوحى طبيعه الشخصيات وعلاقتهم ببعض وطبيعه السلسله كغموض وكعلاقات انسانيه وكرعب، وعمل منها نص سينمائي يصلح للمشاهده على الشاشه. احنا هدفنا ان احنا نعمل دراما عربيه للجمهور العربي، بس برضو ان احنا ندي فرصة للدراما العربية دي انها تسافر للخارج ويكون ليها متلقي ومعجبين في كافة بلدان العالم في 190 بلد اللي احنا متواجدين فيها. تجربة المسلسل تمثل بالنسبة لي مسؤولية تجاه قاعدة كبيرة من قراء الرواية، ومسؤولية تجاه قاعدة كبيرة من مشاهدي نتفليكس، ومسؤولية قدام صناعة الدراما المصرية ان هي خدت فرصة انها تتحط على بلاتفورم عالمي. ما وراء الطبيعة مترجم ل 32 لغة ومدبلج لتسع لغات، انجليزيه، فرنساوي، الماني، اسباني، برتغالي. وكمان لاول مره في مسلسل مصري نوفر الوصفات النصيه والسمعيه لذوي الاحتياجات الخاصه.